اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه مع الاستاذ احمد داقيش وصانع المحتوى اللي هنتكلم معاه في ملفات مهمه جدا، لجنه الانضباط والعقوبات اللي تم تسريبها. مش هتكلم على صحتها او عدم صحتها، ولكن انعكاس ده ايه على الجماهير حتى لو المعلومه غير صحيحه. هنتكلم على التحكيم، هنتكلم على عقده امام عاشور اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا لدى البعض، استعراض اخطاء الحكام. بصوا ملفات مهمه جدا، ان شاء الله باذن الله الوقت يسعفنا عشان نتكلم فيها مع احمد داقيش. وابو حميد مساء الفل منور الدنيا. مساء الفل يا استاذ محمد، ودايما مبسوط اني معاك يعني ومع اعزائي المشاهدين يعني. احنا اسعد بوجودك معانا، وانا عايز اقول لك بيبقى في ردود فعل ايجابيه، الناس بتسعد لما بتشوفك على شاشه قناه الاهلي. لا بجد مبسوط طبعا في قناه الاهلي، يعني ده الواحد بيت كل الاهلاويه، ده حقيقي يعني. وطبعا مبسوط حقيقي بجد ان مع حضرتك من يعني من اشد المتابعين والمحبين حضرتك من سنين طويله الحقيقه. الله يخليك يا ابو حميد. طيب هبدا معاك بعقوبات لجنه الانضباط التي تم تسريبها، وحتى الان لم يتاكد احد اذا كانت صح ولا غلط، عشان ما نبنيش عليها برضو بالظبط ونتكلم ان هي صح. هو اصلا هو المشكله ان هي لغايه دلوقتي ما طلعتش بشكل رسمي. دي المشكله. يعني استاذ وليد عطار بيقول امبارح ان هو خلال الاسبوع الحالي هيتم الاعلان عنها رسميا. طيب يا استاذ وليد، هي العقوبات دي عن مباريات من اكتر من 5 شهور تصل لست شهور فيما يخص الزمالك والمصري. فاصلا اصل المشكله هو يعني البطء والتباطؤ في انفاذ العداله، يعني حتى اصلا ده شيء يعني نوع من انواع الظلم، يعني انت بتاخر حقي او استرداد حقي، ده شيء ظالم اصلا، ده من حيث المبدا. تاني حاجه انه حسب التسريبات اللي بنسمع عنها انه عقوبة جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك اللي دفع الحكم الرابع في مباراة الزمالك والمصري في صدره عاطف حسين. فأنت عقوبة الدفع طبقا للائحة اللي هنعرضها دلوقتي بالصورة معنا للجنة المسابقات الموجودة أصلا للحاج عامر حسين، المفروض اصلا كان يطبق القانون. هي صاحبة الاختصاص يعني. بصاحبة الاختصاص، صاحبة الشأن. هي والواقعة اللي شفناها في الواقعة دي. الواقعة دي يا جماعة في مباراة الزمالك والمصري. طبقا لنص اللائحة العقوبة 8 ماتشات و100 ألف جنيه. 8 مباريات و100 ألف جنيه. بالظبط. فإزاي نسمع إن العقوبة هتخفض لستة؟ وده لسه أصلا قابلة للاستشكال عليها بالتظلم. بالظبط، في حالة ارتكاب، لا ده في حالة تانية، في صورة تانية. اللي هي بتاعت أي دفع الحكم أو أحد المساعدين، دي هنرجع لها برضه في صورة تانية. أوكي. في حالة الدفع باليد للحكم. بالظبط. او احد مساعديه او احد مسؤولي لتنظيم المباراه، الايقاف 8 مباريات و100 الف جنيه. طب سؤال يا قيشو، اتفضل. مش لائحه المسابقات؟ بالظبط. طب ليه راحت الانضباط؟ هو هذا هو السؤال، وانا احيل يعني تذكرت واحنا على هوا مش محضرها والله. احيل حضرتك لموسم 2017 2018 كان المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن حسام البدري ومساعده ايه الكابتن سيد معوض. الكابتن سيد معوض كان يعني راح حاول ان هو بس يحتك بالحكم محمود عاشور لو تفتكر. وكان وقتها برضه حسام عاشور شد كده ايد الحكم، وحسام عاشور اخذ طرد. فاصلا هو الكابتن سيد راح معترض، سيد معوض راح يعترض على الطرد ده. فمحاوله الاعتراض غير اللائق ده ودفع الحكم عوقب مباشره من نفس الحاج عامر حسين. العقوبه 8 ماتشات طلعت بعدها بيومين. مع الاهلي الحاجات سريعه. مع الاهلي بعدها بيومين. اقصى سرعه. احنا بنتكلم عن 6 شهور عن الواقعه بتاعه دفع جوزيه جوميز للحكم اللي هو عاطف حسين، ولغايه دلوقتي لجنه الانضباط. هو دي الفكره، انه المفروض اصلا الحاج جامع حسين بنفسه رئيس لجنه المسابقات يوقع عقوبه تلقائيا، لان دي حاجه موجوده على نص عندك، نص لجنه المسابقات بيقول ان هو الدفع 8 مباريات. فنفاجئ انه يحول الكوره في ملعب لجنة الانضباط اللي بقى لها 6 شهور خايفة تصدر العقوبة أو عندها توازنات أو حسابات غريبة بتعملها عشان تخفض العقوبة بعد ترحيلها 6 شهور تخليها 6 مباريات. ده شيء يخالف اللائحة اللي عندنا. تاني حاجة برضو إنه إيقاف محمد الشيبي اللاعب اللي عمل مشاكل، طبعا الحمد لله الموضوع اتلم دلوقتي بالمصاحة الأخيرة بالزبط. بس احنا بنتكلم عن الواقعة إن هو بيقول إن إيقاف مباراتين بسبب ايه؟ بسبب اثاره الجماهير، ده الحاجه المسربه حاليا على السوشيال ميديا وعلى المواقع. انت عارف الشيبي عمل ايه؟ فاكر؟ اللي هو يعني ما وقفش في السلام الوطني. يعني لا هو وقف بس كده يعني ايه، انسحب مع قبل السلام، يعني قبل السلام بين اللعيبه. قبل السلام بين اللعيبه. بالظبط. فدي هنرجع لها، بس الفكره فين؟ ان هو انت بتقول ان هو هنوقفه مباراتين بسبب اثاره الجماهير. اوكي، فانت اثاره الجماهير دي طبقا للائحه اللي هنرجع لها بقى دلوقتي في الصوره اللي احنا عرضناها الاول، هي العقوبه 4 مباريات. 4 مباريات. انت بتقول اهو بالظبط، اهو في حاله ارتكاب اي فعل من شانه اثاره الجماهير
الايقاف اربع مباريات والغرامه برضه. طب ما القصه سهله، هي قيشو يعني 1 زائد 1 يساوي 2، مصعبينها ليه؟ من الحاج عامر حسين نفسه، من رئيس لجنه المسابقات نفسه من الاول، يعني دي في حقبه الحاج عامر، فالمفروض ان هو على طول يطبق القانون، ما يحولش الموضوع برضه لجنه الانضباط، دي حاجه. تاني حاجه ان انت في حاجات كده لما ايه بيحب يلحقها يطبق اللائحه عليها وهي مش تبعها بالظبط، وفي حاجات لما بيحب يبعد عنها ارمي على الانضباط، هو دي المشكله. والانضباط طول 6 شهور، والانضباط لما ترجع بعدها تقول لي انه ايقاف امام عاشور اربع مباريات عشان حث الكابتن حسين الشحات ان هو ما يسلمش على الشيبي، عشان الحث بس اللي هو ايه بالايه بالنيه اللي هو ما تسلمش عليه. طيب ماشي، انت في حاجه زي كده فين النص؟ يعني اي قانون في الدنيا صح، ما ينفعش انت تعاقبني بدون نص. انت بتقول انا عاقبته بناء على كذا كذا كذا، نص الماده كذا اللي بالزبط. بيقول وصف المشهد كان كذا بالظبط، ده قالب به قانون وانتوا اساتذه وقضام على عيننا وعلى راسنا. قول لي بقى فين اللائحه؟ انا اتحدى اي حد في لجنه الانضباط يطلع لي العقوبه دي من ده. كل ده اذا كانت العقوبات دي اصلا صحيحه رسميه. طبعا احنا بنتكلم على يعني الاتحاد نفى، وعلى فكره ماشي هو الاتحاد نفى، بس الفكره ان هو انت اصلا بقى لنا 6 شهور كل فتره على فكره، واتقال برضو ان في اعضاء مجلس اداره اتعاقبوا وايقاف شهرين وثلاثه وكلام من ده، ومفيش حاجه ظهرت. فاصلا انت حته ان احنا في جدل بقى لنا 6 شهور على عقوبات، فده انت تتحمله. يعني انت كلجنه الانضباط واتحاد الكوره ولجانه تتحمل التباطؤ في انفاذ العداله ده اصلا. تاني حاجه انت بس هنا في هنا مفارقه بقى اتفضل. ان انت امام عاشور انت عشان بس بتقول ان هو قلت لحسين الشحات ما يسلمش على الشيبي عشان قول. طب بالنسبه للفعل اللي هو بتاع الشيبي لما مشي من السلام، هو الفعل طبيعي يبقى السلام. العقاب فيه اقوى من القول كده. فهو ده بقى التناقض. انت بتقول بقى ان انت الشيبي لما خرج وعمل اثاره للجماهير وكلام من ده فانت هعاقبه مباراتين بدل اربعه، وعاقب امام عاشور اربعه بدون اي لائحه. طب انت من وجهه نظرك بالونه اختبار؟ هو في بلالين كتير بصراحه يعني، وكل البلالين فرقعت يعني بصراحه. يعني حتى هو ناقص لعيب اهو بالظبط. ده هنا خرج من السلام ده. هو على فكره هو حضر بس عشان نضبط، بس عشان يكونوا. ما انا بسالك السؤال ده لان الناس كتير سالت عليه. لا هو حضر في لقطه السلام الوطني، هو حضر السلام الوطني لكن في لحظه ما بين السلام وبين السلام اللعيبه من بعضها عشان يسلموا على بعض على طول خرج كده عشان ما يسلمش عشان حسين الشحات. فاللحظه دي انت لو عايز تعاقب على فكره ممكن ما تعاقبش على فكره، يعني مع الفارق طبعا. انا مش بقى بلاش اقول عشان ما حدش يقفل في موقف للاعب كلنا بنحبه، لاعب شهير، لاعب مصري، وراح لعب في حته ثانيه كده ما بيحبهاش وما سلمش وما تعاقبش تمام. يعني اللي بيشاط يفهموا يعني، بس الفارق شاسع يعني بالك. دي ناس عندها لوائح ودي ناس شغاله، بس برضه الفارق شاسع في الفكر. ده ما سلمش ليه وده ما سلمش ليه؟ ماشي طبعا عشان انا ما حبيتش اقول بس عشان ايه الناس ما تقارنش الحياه، بس بتكلم هنا في اللوائح. مفيش هنا عقوبه، يا برضه مفيش هنا عقوبه، لكن للاسف احنا هنا عندنا الكيل بألف مكيال. هي مشكله العقوبات والقرارات دي هي اللي بتسخن السوشيال ميديا بسبب ان التاخير ده بيسبب ازمه في الوسط الرياضي؟ طبعا احنا على فكره الناس يعني ازعم يعني الناس حتى كل المنافسين بيطالبوا بالعداله. انت وخد بالك لو هو في يعني مثلا الدوري الانجليزي في اخطاء تحكيميه على كل الفرق، اللي بيريح وبيدي ثقه مع ان الاخطاء لحكام الانجليز من اكثر الحكام اللي بيغلطوا، بس ايه الفكره؟ ان الاخطاء هنا وهنا أكيد. او انه مثلا لو في حصل حاجه بالنسبه ليه انضباطيه يعني بتلاقي الحاجه هنا وحاجه هنا تمام. فهنا فكره العداله بتريح الجميع، لكن للاسف اللي بنشوفه ده في الكيل بمكيالين، وان انت تفصل عقوبات وتاصلا تاخرها وانت كحاج عامر حسين من البدايه انت المفروض طلعت عقوبه ممثله على كابتن سيد معوض في 2017، بعدها بيومين ايقاف 8 ماتشات. هو ايه الفرق بين سيد معوض وجوزيه جوميز؟ هل ده عشان بيبقى مدرب الاهلي فنوقفه بعدها بيومين 8 ماتشات، ومدرب الزمالك نوقفه بعدها بست شهور نوقفه 6 ماتشات ونخاف العقوبه؟ خالد عبد الفتاح ايقاف ماتشين ليه؟ ده اذا حصلت اصلا فكره انه يتوقف انا عايز افهمها. ما هو اللعيب لو اتطرد وخرج وقعد على الدكه دي مسؤوليه المراقب. مسؤوليه المراقب بالظبط. والحكم الرابع بالظبط. فهو المفروض هنا برضه، وعلى فكره برضه انا دورت برضه في اللائحه، يعني حضرتك سالتني السؤال ده برضه دورت في اللائحه بالنسبه للائحه المسابقات، مش موجود ان اللاعب ما غادرش يبقى هو يتوقف من باتشيه، مش موجوده برضه. مش موجوده اصلا. انا متفاهم ان هو يتعاقب، انا متفاهم ان هو يتعاقب، بس انت برضه قول لي الدليل. يعني انت دايما تقول لي انت انا عاقبت ده بناء على كذا. وبعدين برضه هنا في حاجه، يعني دايما انا يعني كنا بنلاحظ انه امام عاشور ادي احنا بنقول ان هو بلا نص بتعاقبه اربع ماتشات. طيب يا جماعه
عندنا يعني الكابتن شيكابالا حاول الاعتداء او حاول ان هو يعمل مشاده مع الكابتن رامي ربيعه في مباراه السوبر المصري، وعدت من غير حتى اي كلام، من غير اي تعليق. اللي قبلها السوبر مباراه النهائي كاس مصر حصل اشارات خارجه منه ومن دونجا وعدت، مصر كلها شافتها. فمش معقول ان انت مع لاعبي الزمالك بتعمل مش شايف، وتيجي بقى مع لاعب، وفي لاعيبه بالذات اللي جايين بقى من الزمالك، يعني ناخد بالنا كهربا كانوا حسب الكابتن شويه كان بيتكلم ان هو عايزين يشطبوه يبطلوا كوره في احدى المواقف القديمه فعلا. بالظبط عايزين يبطلوا كوره، وبعدين تم تخفيضها من الشطب ل 12 مباراه، وبرضه عقوبه مغلظه جدا. وعلى فكره انا بقول ان كهربا غلطان، انا مش من الناس اللي بتحب ايه يعني بس إيه؟ على قد العقوبه على قد الفعل. بالظبط، بس بمنطق. مش انت تعاقبه 12 ماتش وتيجي مع امام عاشور نفس الفكره، ان لاعب جاي من الزمالك بشكل او باخر يعني يجي الاهلي، ودي فكره النقطه الثانيه بقى. طيب انا هسالك سؤال مهم جدا. هو القرارات دي اذا ما طلعتش زي ما قالوا يعني خلال اسبوع، تتوقع المجلس الجديد ممكن يكون ليه وضع او قرار في القصه دي، ولا يقول لك انا مش طرف؟ هو لو دخل المجلس الجديد وقال لك انا مش طرف، خلاص بقى دور على المشكله. لا هو انت ما فيش حاجه اسمها انت مش طرف، يعني انت دلوقتي انت كاتحاد كوره عندك ميزانيه. الميزانيه دي حسب برضه بنسمع ان هم اصلا اتحاد الكوره الحالي مستلف سنتين قدام. مظبوط، من تمام؟ الفلوس بتاعت الفيفا. فانت الفلوس دي انت مش هينفع تستلف تاني. فاذا انت كل السلطات او الحلو والوحش انت بتاخده، مش انت قلت ورحت قدمت اوراقك للاتحاد الكوره وفقط الجمعيه العموميه عشان تدير الكوره في مصر. يبقى انت بتدير حتى لو ارث الاخرين مش مسؤوليتك انت، بس انت بتتحمل تبعات وجودك في المنصب ده، وتتحمل انفاذ العداله. انت احنا مش انا اللي حملك المسؤوليه في تباطؤ القرار، مش قرارك انت. مظبوط. بس مجرد ما تستلم، لو ما طلعتش القرارات دي، هو اصلا المفروض ان هو بيقول لازم الحاجات دي تطلع، لو ما طلعتش فانت تاني يوم على طول بعد استلامك تطلع القرارات دي بشكل واضح، ويبقى انت بتصفر عشان ما يجيش بعد كده. المفروض ما ينفعش جوزيه جوميز ده يزق الحكم، يبقى انت كده اي حد مدير فني يزق. راجل سافر وحضر وشارك في مباريات ولعب وصور مصر وكسب وخسر والحقيقه عادي يعني. عموما ملف كان مهم جدا، ولسه عندنا ملفات تانيه هنتكلم فيها، ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل.